تقترح الخطة الجديدة لبريكزيت انسحاب بريطانيا من الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية المشتركة، وهو أمر يمنحها مزيدا من المرونة في التوقيع على اتفاقيات التجارة مع بقية دول العالم. وبحلول عام 2020، وهو تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية لبريكزيت، ستتاح حرية تنقل الأفراد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع مراعاة عمق العلاقات بين بريطانيا والاتحاد واتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على التبادلات الوثيقة للأفراد. وتمت مناقشة الخطة في وقت سابق في مجلس الوزراء البريطاني، حيث رفضها وزير البريكزيت ديفيد ديفيس ووزير الخارجية بوريس جونسون، وقدم استقالتهما للتعبير عن الاستياء من هذه الخطة. هذا والمقرر أن يجري إرسال الخطة إلى البرلمان للوقوف على رأيه وملاحظاته بشأنها.